عسلامة يا حمامة، معكم أمل بنس من جديد. والله وحشتوني على الاخر. دونك عندي برشا ما عملت فيديو، دونك اليوم باش نعمل فيديو على مناسبة المولد النبوي الشريف. اليوم باش نعملوا حفلة تونسية، حاسيلو لمعاني عاملين لمة تونسية، وحتشو تشوفوا باش نعملوا حاجة خارق العادة، باش نعملوا أناشيد، وباش نعملوا كويز على سيرة الرسول، وباش نعملوا حاجة خارقة العادة. باش نعملوا أول مرة تتعمل هي مسابقة في عصيدة زقوقو. عصيدة زقوقو، شكون أحسن عصيدة زقوقو مولد 2018؟ باهي، كل مولد كريم. مولد شريف، كل عام والأمة الإسلامية بخير. ومعاكم أول أنشودة في السهرية مع بنوتة تحفونا على الأخر، خليكم تستمعوا لها. والآن مع أغنية طلع البدر علينا. الأطفال هذا محضروا الأغنية هذه عندهم برشا، هم يحضروا باش يحتفلوا بالمولد النبوي الشريف. نجموا نشكروهم برشا على مجهودهم القيم. حان موعد مسابقة عصيدة زقوقو. لقينا 7 حراير جابونا 7 عصايد باش نذوقوهم، باش نختاروا أحسن عصيدة زقوقو لسنة 2018 بمناسبة المولد النبوي الشريف. عنا جوري متكون من تونسي أستاذ جامعي، من تونسية عضوة في الجمعية متاعنا، وعنا ضيفة الجوري هي جزائرية من عنابة. بطبيعة جزائريين يعرفوا عصيدة زقوقو ويعرفوا يذوقها. نخليكم مع المسابقة هذية، وباش تشوفوا زادة الناس اللي باش يربحوا. فما هدايا للثلاثة الأولين. والجوري هذا قيم العصيدة حسب 4 معايير. المعيار الأول هي طعم الزقوقو، يعني قوة ذوق الزقوقو. المعيار الثاني هي طريقة تزيين صحفة الزقوقو. والمعيار الثالث هي قيمة تماسك الكريمة، تكون كريمة خاثرة أو كريمة جارية. والمعيار الرابع هي الدوزاج متاع السكر، تبدأ معناها تخو سكري ولا ناقصة سكر، ولا سكرها معناها هي قد. نخليكم مع الأجواء هذه، مسابقة عصيدة زقوقو ل 2018. Voilà.
appliquer ici la 5. Hein, ou... Non, mais c'est la c'est le numéro 5. Non, c'est la numéro 1, celle-là. Voilà, c'est la numéro 1. C'est là qu'il faut mettre la note. Elle dit, il ne faut pas la porter maintenant. Elle m'a dit qu'il met quoi, comme là. العصيدة المزينة بالروز بالقلب الروز هذيك وبالموف هذيك متاعي أنا معناها هي حضرتها وعملت لها ديكور وتزيين أوريجينال معناها بطريقة غير تقليدية وبطبيعة باش تشوفوا الريزولتا في الآخر شنو المرتبة اللي خذتها في آخر الفيديو. Donc, à 6 années, 7 à 5, 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
السلسلة على شيرين مسيا شاشة مرة أخرى يوهينا ميليوراسيون السيدة السبعة 7.8 على 20 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 على 7.8 كيفاش تكيتو؟ أنا اللي ماتيماتيسيان. ألوغ السيدة نمرو 7 9.1 على 20 نمرو 7 ولا نمرو 6؟ دونك قريب المعدل هذا سافا البيوس أمليوغي. السيدة خمسة 9.5 9.5 على 20 9.5 سوغ 20 السيدة أربعة 10.9 على 20 بتبقى نصيحة ذيك كمان كي بحث سورة ستر تحت 14 السيدة نمرو 2 12.3 هديك الصغيرة السيدة هادي بتاع سلفتي مبروك النادية النادية بسالك مالوزمون اللي عبسون بس كي مالال ان شاء الله تفرح مش نقول لك في بلاصتها بتاع لا بخمير هي اللي بالكوك وي وي نقدم لكم السيدة الأولى والسيدة الثانية. الأولى هي الزحفة الصغيرة السيدة نادية، والثانية هي البروز هي السيدة متاعينا. وهذوما الهدايا ولاكوب أخذتها بيانسور نادية ما بلسوخ. وإذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تعملوا لايك، ما تنساوش تشاركوا في قناتي، وما تنساوش تبرتاجيو وتنزلوا على الجرس ليصلكم الجديد. ومرة ثانية أتمنى لكم مولد نبوي شريف وسنة سعيدة وسنة سعيدة مباركة على الجميع.